حياكم الله معنا، رجعنا نتواصل معاكم في الساعة الثالثة والأخيرة اللي تحتوي على لقاءاتنا وفقراتنا المتنوعة اللي تعودتوا عليها. أقيمت تصفيات مسابقة سفيرو العالمية للبرمجة والروبوتات وسط أجواء تنافسية جميلة جدا حق عيالنا، اللي راح يتأهل منهم الفريق الفائز لنهائيات بطولة العالم في يونيو لسنة 2024. اليوم يسعدنا أن نلتقي مع الأستاذة حنان الشراح، أستاذ أكاديمي مختص بالذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، محكم في مسابقة سفيرو العالمية للبرمجة والروبوتات، وأيضا بنيتنا وأختنا هند العريفان، عضو من أعضاء الفريق الفائز بالمركز الأول في تصفيات الكويت لمسابقة سفيرو العالمية للبرمجة والروبوتات. حياكم الله معانا استاذ حنان. الله يسلمك. الله يعافيك. بنيتنا هند منوريننا ومشرفيننا. الله يسلمك، انت اللي ما قصرتوا على هالاستضافه الجميله. الله يسلمك، حق واجب. استاذ حنان، في البدايه لو نتكلم عن هذه المسابقه وباي مجال تختص، يمكن من اسمها زين المكان يرشدنا الى مكان معين، نبي نسمع منك. مسابقه سفيرو العالميه هي مسابقه مختصه تصير كل سنه، الثيم تختص بالبرمجه والروبوتات، تعزز الابتكار وروح التطور والتكنولوجيا لدى الفريق. جميل. الفئة العمرية من 4 إلى 14 سنة. الثيم لهذه المسابقة لهذه السنة السايبر سيكوريتي اند انكريبشن. الله، احنا سبحان الله المميز بالمسابقات ان كل سنة تطرح المشاكل الحياتية اليومية وتطلب من المتسابقين حلها عن طريق هذه المسابقات. جميل جدا، وهم يقدمون حلول. وهم يقدمون حلول ويتم اخذها بعين الاعتبار. جميل جدا. انا بنتقل حق بنيتي هند وبسألها، شلون شفتي المسابقة؟ والله كان اخوي هو يحب هالمجال وكان وايد يتعايش مع هالمجال وهو اللي علمني عليه. طلع لنا سبونسر فقلنا دامنا سمعنا بالبطولة فقلنا ليش ما نشترك، دامنا احنا نحب جو البطولات ومنها نتعلم ونستفيد زيادة. جميل جدا. زين شلون شفتي المنافسة بالمسابقة؟ والله منافسة حلوة وزينة، وكان ضدنا فرق وايد زينة الحمد لله. جميل، الله يوفقك دايم الدوم. ودائما احنا نقول ان نحب نحصن عيالنا، انزين يعني العين حق، فنقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الله يحفظك يا بنيتي. استاذ حنان، المسابقات اللي مثل هذه والتحكيم فيها يحتاج الى مهارات وسكيلز من نوع معين. اي نعم بالضبط. سولف لنا عن هذه المهارات وشنو شنو 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 الاحتياج المطلوب عشان الواحد يكون محكم في مثل هذه المسابقات. وجود هالبطوله بالذات في الكويت لاول مره، ان عن طريق المنظم الرسمي لها استاذه حميده رحيم نوجه لها تحيه، قدرت انها تجيب التصفيات عندنا في الكويت. حلو. وجود هذه المسابقه العالميه لها معايير خاصه من امريكا. جميل. فتم تدريبنا كمحكمين من قبل وركشوب مكثف من امريكا. وقت المسابقه نفسها عندنا جايدلاينز ورولز، معايير معينه احنا نمشي عليها بالدقه. يعني الخطا ممكن يكون وارد، لكن عندنا الفورما اللي دربونا عليها، النقاط على اي اساس ناخذ بعين الاعتبار، النفسيات اللي راح تحوش الأطفال. الله. التوتر اللي يحوشهم، تشوف اللي يبكي، اللي مستانس، اللي متوتر، احنا نبيهم يتعايشون في هذه المسابقات وتعطيهم هالبوش القوي انه يرفعون اسم الكويت ان شاء الله بالمستقبل وتكون رائده بمجال التكنولوجيا. جميل. فهند لاحظت انا يعني فوزهم بالفريق الفائز انه هم كانوا المركز الاول بالتصفيات شغله جدا مهمه وحلوه احنا الكل لاحظها. مع ان التنافس موجود لكن حب التعاون كان عندهم رقم واحد. تيمورك سبيريت كانت عاليه جدا جدا، مو بس على فريقهم، بعد ما خلصوا المشن اللي هم عندهم اياها قاموا يساعدون الفرق الثانيه. جميل. ويرفعون من معنوياتهم، يعني التوتر اللي يصير يعني حاش الاطفال اول مره يحوشهم ان الكود عندهم، لكن بسبب التوتر والضغط مسح الكود. مسح الكود، كل شيء راح، بس الشغل تحت البرشر. حلو ترى استاذ حنان. صراحه جدا رائع. احنا الهدف من هذه المسابقه ان نخليهم هم يتعايشون ضمن هذه الضغوطات النفسيه وتاهلهم لشيء اكبر وبطولات اكبر ان شاء الله. هذه التصفيات فقط كانت في الكويت، لكن احنا الهدف مالنا عالميا ان شاء الله. عالميا وللاعلى ان شاء الله. للاعلى مثل ما جبناها العام سنه 2023 المركز الثاني عالميا، راح نجيبها ان شاء الله، يجيبونها وقدهم الفريق ان شاء الله. والله بإذن الله. هند يعني حبيبتي الله يحفظك، المسابقات اللي مثل هذه
يعني شنو تضيف خلينا نقول حق المجتمع الكويتي؟ شلون تشوفين ان هذا الشيء ايجابي حق الشباب اللي بعمرك؟ والله هو شيء ايجابي. اي لازم احنا نتعايش مع هالوضع، لازم نجرب اشياء جديده، مو دائما ندش على مجال واحد وبس نقعد فيه، لازم نجرب اكثر واكثر عشان ان شاء الله لما نكبر يصير عندنا المجال الخاص فينا ونعرف شلون نستفيد من المجال. عسى ربي يوفقك وتصير عندك اكبر شركه خلينا نقول يعني مختصه بالسايبر سكيورتي، تستاهلين. استاذ حنان، لو نتكلم عن موضوع ثاني وهو مهم جدا على مستوى العالم، المسابقات هذه لما تطرح، انت طرحت اي شيء وايد حلو، لما تطرح هناك مشاكل هناك في حلول، شلون يتم تطبيق هذه الحلول على ارض الواقع خاصه انها قادمه من شباب الله يحفظهم بعمر صغير؟ عدل، يعني مثلا خلينا ناخذ مثال افضل، المسابقه السنه اللي فاتت كانت تهتم لحمايه البيئه البحريه. جميل. فالحلول اللي تم طرحها من قبل الفائزين وجود روبوتات تحمي الشعب المرجانيه. جميل. فبعد ما يتم طرح الحلول وأخذها بعين الاعتبار، تقوم الجهة المختصة بطرحها على الحكومات وتوجيههم لأخذها بعين الاعتبار، ويتم عن طريق الحكومة والجهات المختصة إيجاد هذه الحلول لهم والعمل بها، ويتم تبني خلينا نقول يتم تبنيها. نعم. المبدعين في هذا المجال يتم تبنيهم. مسابقة هذه السنة هي سايبر سيكوريتي والإنكريبشن. حلو. فهم هذا المجال بالذات بالتكنولوجيا السبراني والذكاء الاصطناعي والتشفير وما إلى ذلك، خلاهم الجيل إحنا قاعد نشوفه بشكل كبير كلهم مهتمين بالتكنولوجيا، فليش إحنا ما نطور المهارات اللي عندهم في إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشاكل، تطبيقها على أرض الواقع، وتطبيقها على أرض الواقع عن طريق التبني مثل ما تفضلت. حلو. طبعاً أنت لكم الفضل، وبنيتنا هند يعني تبارك الله شدت حيلها. الميداليات اللي أنت معلقتها مالت شنو هذه الهند حبيبتي؟ إحنا الفريق الوحيد اللي حصل ثلاث ميداليات. ثلاث ميداليات. أول ميدالية خذيناها هي ميدالية الفوز، فزنا بالمركز الأول على فريقين الحمد لله. الحمد لله. وفزنا ميدالية بست تيم. بست تيم كأفضل فريق. كأفضل فريق. يس. متعاون. وفزنا بست ميوزيم. إحنا كان عندنا تور بالميوزيم إنه لازم نتعلم ونشوف، ولازم هو كان مكتوب بالمشنز إنه لازم نشوف الميوزيم ولازم نحطه بالمشن مالتنا. فإحنا من بعد ما شفنا الميوزيم فقررنا ليش ما نحط بوحدة من المشنز مالتنا نحط فيها شيء من الميوزيم عشان نحصل مور بوينت ويجين مور بوينت عشان نفوز ان شاء الله بالمركز الاول. ان شاء الله تفوزون بالمركز الاول، وان شاء الله اذا فزتي بالمركز الاول وانت حصلتوا على المركز الاول، شنو احلامك انت؟ يعني توك انت تبارك الله بعمر صغير، وين تشوفين نفسك؟ وين تبين توصلين؟ شنو تبين الديره تعطيك؟ ان شاء الله اصير دكتوره جراحه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. والله انا وايد يعني احب يعني الكويت وايد قاعد تسوي مجالات انه قاعد تخلي الشباب يعرفون شلون محاصيل الدولة وشلون لازم نتعايش معاها، شلون لازم نستخدم الروبوتات، وشلون لازم نستخدم وايد اشياء فمثلها في اكثر من بطولة. ولازم نشكر الاستاذة حميدة والاستاذة حنان على كل ما قدموه. الله يحفظك. زين صرتي طبيبة جراحة، ان شاء الله باذن الله راح تستخدمين الروبوتات في مجال الجراحة؟ هو اي، لان عندنا في اجهزه بالطب لازم يستخدمون ان هم لازم يجربونها، وبعض من الاجهزه لازم يبرمجونها. جميل. الله يوفقك دائما، دوم تصيرين اجمل طبيبه جراحه باذن الله. ان شاء الله يا رب. استاذه حنان، تكلمنا عن تطبيق خلينا نقول الاحلام على ارض الواقع، ذكرتي لي انت شلون يتم تبني الشباب الصغار ودعمهم خلينا نقول، شلون تشوفين الفرصه اليوم في الاستثمار زين المعني بالعقول خاصة في مجال السايبر سيكوريتي؟ عدل، احنا هذا الموضوع يتم عاتقه على الحكومات. حلو. عندما يتم التعاون مع الجهات المختصة اللي تقدم هذه المسابقات وتظهر الجيل الواعد بالمهارات الجميلة اللي هم عندهم إياها، الخبرات اللي هم قاعد يكتسبوها، هذه بالنهاية راح يتم تطبيقها كلها على أرض الواقع. صحيح. هي من معلومات، هي من روح التعاون وما إلى ذلك. فإحنا وجود الحكومة الدعم الكبير منها هو له دور رئيسي. دولة الكويت وجود والله رب لك الحمد. يعني أيضا التعاون ما بين القطاعات الحكومية والخاصة اللي تجيب هذه المسابقات وتتبناها وتظهرها بالمستوى المطلوب لترفع من شأن المجتمع نفسه. وآخر دور اللي هو المهم، دور الأهل. دور الأهل. يعني نسمع عن دور الأهل وتشجيعهم ودعمهم إن شاء الله. يعني
يعني الحمد لله احنا انت شكرتيني انا واستاذه حميده، لكن احنا نشكر الاهل، نقدم تحيه خاصه لوالدتك. وترى للعلم ترى اخوها ايضا ماخذ المركز الاول الله. بالفريق الثاني تبارك يعني الله. احنا المسابقه على 3 روبوتات، الروبوت الثاني اخوها هم من ضمن الفريق الفائز المركز الاول تبارك يعني الله. وجود الاهل والدعم اللي احنا قاعدين نشوفه منهم من التزام وتشجيع لنا ولهم، ان هم قايبونهم يحرصون بشكل كبير على ايجاد الفرص المهمه للاطفال. الله يحفظهم ويحفظكم. الله يسلمك ويحفظ الكويت الحلوه على تقديم كل هذه الفرص الجميله. خلينا نقول حق عيالنا هند، شلون تعاملوا معاك العائله؟ والله هم كانوا وايد قاعد يشدوني، وكانوا وايد قاعد يتعاملون معي ان انت راح تفوزين، وانا شنو من كثر ما انا كنت اتوتر لما كنت اقعد بالبيت كنت اشوف المشنز ملوتي، كنت اشوف هل انا مسويه صح هل انا مسويه غلط، دققين شيكين وفي وايد من الروبوتات اللي هم يتعاصرون معنا يسوون شيء غلط لما يكون فشنو، فاحنا لازم نتعايش معاهم ولازم ندقق بكل تفاصيل عشان ان شاء الله نفوز المركز الاول ان شاء الله تفوزون باذن الله بالبطوله أيوة العالميه. استاذه حنان، ابي اسالك السؤال، الرساله اللي ودك انك توجهينها للشباب الكويتي بشان اهميه الابتكار التكنولوجيا، والحين الموضوع الدارج يعني اخر 4-5 سنين الامن السيبراني. الامن السيبراني هما الابتكار والتكنولوجيا هما اساس التقدم لدى الشخص ولدى المجتمع. صحيح. هما الاساس، فانت ابحث ودور واشتغل على نفسك، ولا تقول انا عندي وقت والله ما ادري شو اسوي فيه، لا، بدل ما نمسك الفيديو جيمز ان سو ان، يعني هذيل الجيل الواعد الصغار قدروا قدروا يستغلون وقتهم ان ادخلوا مسابقات، يعني ادخل المسابقه ما يخالف دخلت وركشوب دوره دورتين، لكن اسعى انك تقدم شيء للمجتمع ترفع فيه من نفسك وترفع فيه المجتمع اللي انت فيه. جميل جدا. من بعد هذا الكلام اكيد ما لنا كلام الا نسال بنيتي هند، هند شنو ودك توجهين حق الشباب الكويتي اللي قاعد يشوفك اللي بعمرك اللي عنده وايد افكار بس مو عارف وين يحطها مو عارف شو يسوي؟ اول شيء هو لازم يستغل الفرص اللي عنده عشان يعرف انه يتعامل مع وايد اشياء بالكويت او وايد اشياء برا، فهو لازم يتعايش مع الوضع، لازم يجرب اكثر من مهاره. انا جربت اكثر من بطوله، عندي اكثر من بطوله مجربتها تبارك الرحمن. فلما نتعلم ولما نجرب نعرف مجالنا اللي احنا ندش فيه ان شاء الله، ولما نتعايش مع الوضع راح نعرف وايد اشياء يمكن احنا ما كنا نعرفها. عسى ربي يوفقك يا بنيتي دايم الدوم ومنها الى الاعلى، عسى ربي يحفظ كل شخص منجز على هذه الارض وبالاخص ابنائنا والشباب الحلو اللي عندهم هذا البوتنشل وهذه الامكانيه انهم يوصلون الى ابعد من حدود السماء. استاذه حنان وهند يعطيكم العافيه، شكرا لكم، مشكورين، ما قصرتوا على تلبيه الدعوه. كل الشكر للاستاذه حنان الشراح، الاستاذه الاكاديميه المختصه بالذكاء الاصطناعي ورياده الاعمال المحكم في مسابقه سفيرو العالميه للبرمجه والروبوتات، وكل الشكر ايضا حق بنيتنا هند العريفان عضو من اعضاء الفريق الفائز بالمركز الاول في تصفيات الكويت لمسابقه سفيرو العالميه للبرمجه والروبوتات. ومن بعد هذا الإنجاز الكويتي الجميل وهذه الأسر الأكاديمية الرائعة، خلونا ننتقل حق أختنا افتخار الكاظمي، افتخار الهاشمي عفوا، ونشوف شنو عندها.